لما نحكي عن السياحة أكيد وخاصة بمدينة طرطوس وبجميع المناطق السياحية السورية، أكيد بدنا نضوي على دور وزارة السياحة ومديرية السياحة يلي إلها دور كتير كبير برفع تنمية اقتصاد البلد، وبمعظم البلدان عم تكون هي المصدر الرئيسي لدخل هذا البلد. اليوم كونه نحن موجودين بطرطوس حبينا نتعرف أكثر على واقع السياحة، كيف عم بيكون شغلهم؟ شو هي أهم مشاريعهم؟ كيف حركة الاستثمار بالبلد وخاصة نحن مقبلين على مرحلة إعمار في سوريا؟ ولنعرف أكثر عن هي المعلومات ضيفنا لليوم هو المهندس بسام عباس مدير السياحة في طرطوس. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك نوال. يا هلا فيكم بمحافظة طرطوس. طبعا مثل ما بنعرف بلدنا بتتمتع بمقومات سياحية جعلت منا مقاصد لكثير من الزوار سواء من سوريا أو من خارج سوريا. خلينا نحكي عن السياحة بطرطوس بشكل عام وبجزيرة أرواد. طبعا بداية الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى والعودة الميمونة للمقطوفين. السياحة في طرطوس، يعني طرطوس مثل ما بنعرف محافظة سياحية بامتياز، طرطوس البحر، طرطوس الجبل، طرطوس المقومات الطبيعية، طرطوس الغنى التاريخي والحضاري والثقافي والأثري، طرطوس بأهلها وناسها، طرطوس بمنشآتها السياحية المتميزة من كافة السويات، طرطوس ودريكيش وصافيتا وبانياس والشيخ بدر والقدموس ومشت الحلو والكفارين، كلها هي أبجدية لمفردات أبجدية السياحة في محافظة طرطوس. تتزين هي هذا العقد بيتزين بالمكان اللي نحن موجودين فيه اليوم اللي هو هي الجزيرة الوادعة اللي موجودة أمام مدينة طرطوس، الجزيرة الوحيدة المأهولة على الساحل السوري. نعم. اللي هي جزيرة أرواد. أرواد أرادوس. نحن اليوم موجودين في مثلث حضاري تاريخي يعني عريق، أرواد أرادوس وأندرادوس اللي هي طرطوس ومراتوس عمريت. فهذه هي السياحة بطرطوس، سياحة يعني إن شاء الله طرطوس ناهضة سياحيا إن شاء الله، وطرطوس في مقدمة المحافظات وفي مقدمة المقاصد السياحية على مستوى سوريا. أكيد أستاذ بسام، نحن دائما نتمنى لكم التوفيق بعملكم. نحن اليوم مقبلين على مرحلة خلينا نقول متفائلين فيها بإعادة إعمار، بدعم الاقتصاد، بدعم قطاع السياحة، وخاصة نحن بسنوات مضت يعني كان في حصار، كان في حرب، السياحة أكيد تأثرت مثل أي قطاع داخل سوريا. خلينا نحكي اليوم عن المشاريع، هل عندكم مشاريع جديدة وخاصة اليوم المستثمرين كيف اليوم عم تشتغلوا معهم، وهل في تسهيلات مقدمة من حضرتكم أو من وزارة السياحة؟ طبعا نحن يعني سنوات الحرب كان لها تأثير على القطاع السياحي، يعني ما حدا في ينكر هذا الشيء. السياحة هي بحاجة من أهم مقومات موضوع الأمن والأمان وموضوع العامل الاقتصادي أن يكون مستقر. ولكن بالرغم من ذلك يعني أنا المفاجأة أنه كان في إنجازات كبيرة يعني في محافظة طرطوس تحديدا في وفي القطاع السياحي، كان أكبر الإنجازات هي في خلال سنوات الحرب. يعني كان في كتير جوانب مضيئة ونقاط مضيئة. أهم مشاريع سياحية أشيدت وأنجزت ودخلت في الاستثمار خلال السنوات الماضية. يعني قد كان في مجهود كبير بوقتها. طبعا هذا أنت لك تتخيلي، أنت عم تحكي بهذا الإنجاز في ظل هاي الظروف. يعني نحن عنا معلش لو سمينا بالاسماء، معلش خلي يعني الواقع اليوم الواقع يعني اليوم الناس كلها صارت تعرف. يعني احنا عندنا منشآت من اهم المنشآت في سوريا ومنشآت متميزه على ساحل المتوسط. منتجع شاهين كان انجاز ضمن سنوات الحرب، هوليدي بيتش، مشروع شركه انترادوس، مشاريع كثيرة، فنادق مسويات مختلفة على نعم. على كورنيش طرطوس، إنجازات وزارة السياحة في موضوع السياحة الشعبية، كان عندنا مشروع البلو باي وكان عندنا مشروع شاطئ الكرنك، هاي التجربة الرائدة اللي بنشوف حالنا فيها نحن الحقيقة. ونحن أكيد اليوم نفتخر بأي عمل السياحة سوري وخاصة ضمن ظروف صعبة كانت على الجميع. فتسهيلات كبيرة للمستثمرين،
كان في هاي التسهيلات وهي يعني هذا الدعم ما بيجي بدون بيئة تشريعية صحيح. يعني تدعم هذا الشيء. كان في إنجازات كبيرة على الصعيد التشريعي. نحن صدر عنا القانون 23 اللي هو الخاص ب يعني عمل سياحي، صدر بعام 2022. هذا كان خلاصة عمل وزارة السياحة خلال 50 عام. هو صدر في عام 2022 أي في الذكرى 50 لتأسيس وزارة السياحة. صدر عنا كانت حزمة قوانين، قانون 28 اللي هو عدل قانون إحداث السجل السياحي، واللي عطى أنه السجل السياحي يحل محل السجل التجاري في تمثيل المنشآت السياحية، وحزمة كبيرة من هي قانون الاستثمار 18 عام 2020، قرارات المجلس الأعلى للسياحة اللي هي بتعطي كل الدعم والمحفزات للمستثمرين، كانت تقدم تسهيلات كل التسهيلات. نعم. قرار 452 اللي هو بيسمح بإشادة مشاريع سياحية، هي ميزة للقطاع السياحي، يسمح بإشادة مشاريع سياحية خارج المخططات التنظيمية. بلاغات رئاسة الحكومة اللي عطت ميزة للقطاع السياحي أيضا في مناطق الحماية للمخططات التنظيمية. فالحقيقة يعني الدولة السورية أو الحكومة ووزارة السياحة عم تقدم كل الجهد. خلينا نحكي عن الدعم المقدم للمناطق السياحية اللي بحاجة إلى ترميم، وأيضا الدعم المقدم للحرف. طبعا احنا وزارة السياحة اشتغلت على خطة القطاع السياحي 2019-2020، وتم إنجاز العديد من يعني حزم الإجراءات ومصفوفة الإجراءات بهذا الخصوص. طبعا هذا الموضوع، موضوع مشاريع المتضررة، هو كان من أحد الأولويات، يعني مشاريع معالجة وضع المشاريع المتضررة والمتعثرة. طبعا احنا بمحافظة طرطوس الحمد لله ما كان في مشاريع متضررة. بخصوص موضوع الترميم، هذا الموضوع الحقيقة هو على عاتق وزارة الثقافة وعلى عاتق مديرية العامة للآثار والمتاحف، ولكن احنا حرصاً من الوزارة واللي هو توجه الحكومة السورية، يعني نحن الحرص على إظهار الدور الحضاري لسوريا والحفاظ على الإرث التاريخي والآثار السورية. نحن وزارة السياحة في بعض الأماكن عم تتصدى لأمور مثل رصد الاعتمادات من موازنة الاستثمارية لوزارة السياحة. عم يكون في تعاون كبير بيننا وبين الحقيقة بين وزارة الثقافة وبين المديرية العامة للآثار والمتاحف. وكان لنا تجربة بعمريت، يعني تجربة التنقيب الأسري وبعض الترميمات اللي عم تتم حاليا، تمت خلال السنة الماضية واللي عم تتم حاليا في عمريت، هي دليل على هذا الشيء. استاذ بسام، وقت اللي بنحكي على مجموعه من المشاريع على مستوى سوريا بقطاع السياحه، هذا نجاح اي مشروع اليوم بحاجه لتشبيك مع قطاعات اخرى، ان كان وزاره السياحه، ان كان مديريه السياحه، ايضا بالاضافه لقطاعات اخرى على مستوى سوريا. خلينا نحكي عن اهميه هذا التشبيك بين وزاره السياحه وبين باقي القطاعات السوريه، وخلي خبرنا اليوم او بشرنا اليوم بمشاريع جديده بوزاره السياحه، مديريه السياحه، اليوم شو عم تفكروا، شو عم تشتغلوا؟ طبعا انا بتشكرك على هذا السؤال، هو موضوع مهم جدا وهو موضوع جوهري بعمل وزاره السياحه. الحقيقه عمل وزاره السياحه هو مرتبط مع عده قطاعات اخرى، مرتبط مع وزاره الاداره المحليه، مع المحافظات، مع مجالس المدن والبلديات، مع وزارات اخرى. نعم. يعني وزاره الزراعه، وزاره الثقافه، وزاره النقل، مدير عام الموانئ، يعني هو حقيقه في جهات متعدده. التعاون عم يكون كبير، يعني التعاون حقيقة عم يكون مثمر، لكن هو أساس نجاح. هو يعني عامل أساسي من عوامل النجاح، نجاحنا في عملنا في القطاع السياحي. هذا التعاون أثمر حقيقة، يعني إحنا عم نشوف في مشاريع قادمة، في مشاريع تدخل بالاستثمار خلال هذا الصيف. الصيف الماضي كان في افتتاح لمشاريع، وكان في يعني وضع حجر أساس لمشاريع كبرى في محافظة طرطوس. العام ما قبل الماضي أيضا كان في افتتاح لمشاريع سياحية. هذا العام إن شاء الله أيضا راح يكون في افتتاحات لمشاريع، في مشاريع سياحية تدخل الاستثمار. في عنا منتجع مشتى الحلو، هذا المنتجع اللي هو بتملك حصة في وزارة السياحة، الجزء الأكبر تملك وزارة السياحة بالشراكة مع شركاء آخرين، راح يعود لألقه اللي كان بالتسعينات.
بعد إعادة تأهيله وتجديده وتطويره إن شاء الله خلال الشهر القادم، يعني خلال هذا الموسم يدخل الاستثمار. في عندنا فندق طرطوس الكبير من سوية 5 نجوم، يعني فندق سوية 5 نجوم على كورنيش طرطوس، يعني راح يكون عروس البحر اليوم، المفروض تتألق بكامل الجذب. موضوع السياحة الشعبية عم يكون يعني له حصة كبيرة. وقدامهم بضمن الظروف يعني طبعاً. السياحة الشعبية انه اليوم حتى الوزارة عم تقدم مشاريع تناسب الوضع. طبعا احنا تجربتنا كبيرة في هذا المجال، والحقيقة مثل ما قلت لك بحقنا نشوف حالنا فيها، لانه نحن بحقنا نفتخر فيكم اليوم وبهذا العمل الجميل. يعني نحن بنحكي عن عملنا بهاي المحبه، نحن فريق عمل وزاره السياحه، هذا هو السيستم العمل تبعنا. نحن نحكي عن عملنا بمحبه، يمكن هذا يعني عامل من عوامل نحن انه في لا في في انجازات عم تكون على الأرض. فموضوع السياحة الشعبية كان عندنا احنا تجربة يعني رائدة، هي موضوع شاطئ الكرنك اللي يعني هذا الشاطئ الموجود، هاي الكبائن الخشبية صحيح، وبهذا الموقع على أجمل بقعة على الشاطئ السوري. كان في لنا تجربة مشابهة لها باللاذقية في تجربة لابلاج. السنة أيضا راح يكون توسع لهذا المشروع باتجاه القسم الشرقي. تم خلال الفترة الأشهر الماضية توقيع اتفاق ما بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس للتعاقد على إقامة مشروع سياحي في القسم الشرقي لمخيم الكرنك بمرحلتيه الأولى والثانية. الخطة القادمة هي موضوع التركيز على القدوم السياحي إلى سوريا، واللي وفق المؤشرات يعني ان شاء الله مبشر بالخير بعد هاي الانفراجات السياسيه وبعد الانتصارات السياسيه اللي عم تحققها الدوله السوريه. ان شاء الله المؤشرات مبشره بالخير بموسم سياحي قادم، ان شاء الله راح يكون جيد جدا. عم نسعى لارقام، يعني احنا حاطين هدف لنا 2,500,000 قادم، وليش لا 3 ملايين وان شاء الله اكثر. احنا اليوم يعني بندعي كل الاخوه المغتربين السوريين في الخارج لا يرجعوا يزوروا بلدهم، وبندعي الاخوه العرب اهلا وسهلا، وندعي كل يعني الدول الصديقه. احنا متعودين على زياراتهم ودائما كانت سوريا مفتوحه ابوابها لهم، ولكن برغم سنوات حرب كنا كمان نشوفهم، ولكن اكيد العدد كان اقل. يعني ان شاء الله نحن متفائلين في وزاره السياحه باعداد، يعني نحن بتواصل مع وزارة الخارجية ومن خلال السفارات في الخارج ومن خلال إدارة الهجرة والجوازات. إن شاء الله أنا بقول لك إن شاء الله المؤشرات مبشرة بالخير. يا رب. بدنا نتشكر وجودك معنا المهندس بسام عباس مدير سياحة طرطوس، وبدنا نتشكر كل العاملين بمديرية السياحة، يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا. شكرا أستاذ بسام لوجودك معنا اليوم، شكرا لاستقبالكم، وشكرا لكل التسهيلات اللي تقدمت من مديرية السياحة اليوم لعملنا ضمن جزيرة أرواد. اليوم نحن أصرينا نكون صباحنا من عندكم من أرواد كرمال أنه نحن نفرجي عبر شاشة الإخبارية أنه اليوم قديش سوريا رجعت حلوة مثل ما كانت، ونحن مثل ما قلت حضرتك اليوم عم نستبشر بموسم سياحي. يا رب نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، أنا بدي أتشكركم ومرحب فيكم بمحافظة طرطوس دائما، وإن شاء الله بنطلع معكم من مناطق سياحية أخرى في محافظة طرطوس إن شاء الله. شكرا لك أستاذ.